يأتي أحدهم أو تقام الصلاة وبعضهم معه المصحف، يفرغ المؤذن من الإقامة وينتصب الإمام في محرابه وهذا لا يزال يقرأ، وقد يكبر الإمام بالإحرام وهذا لا يزال يقرأ، بل إن بعضهم يشرع الإمام في القراءة إذا كانت جهرية وهذا لا يزال يقرأ. فإذا فرغت من صلاتك وسألته لما لم تكبر مع الإمام، قال كنت أقرأ في سورة فأحببت أن أختمها، أو كنت على وشك ختم الجزء فأحببت أن لا أقوم حتى أختمه، أو أن لي حزبا أقرأه في كل يوم فأحببت أن أختم حزبي. هذا كله فوت عليه أجورا كثيرة. الأجر الأول كما ذكر أهل العلم والسابقون السابقون إنهم كانوا يسارعون في ماذا؟ في الخيرات. والأهم من هذا كله فوات فضل تكبيرة الإحرام، على قول كثير من العلم أن تكبيرة الإحرام تكون بعد تكبير الإمام مباشرة. قال صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، الفاء هنا عند اللغة للتعقيب المباشر، يعني كبر بعده مباشرة، لا تتأخر، لا تسابقه، لا توافقه، بل تابعه، كبر بعده مباشرة. والقراءة وقتها موسع، اقرأ بعد الصلاة، اقرأ في بيتك في السيارة، المهم إذا أقيمت الصلاة فكن منتصبا مهيئا لأن تكبر عقب الإمام مباشرة. هذا مثال خامس.